رجالي ولا حريمي؟ سمع ليه الحلاق لان هو كان مشتغل وراح محل برضه فضل يتسبب مفيش وقت اصلا. ده الفكره الحلاق هو قضى وقت برضه في التفكير، كان في كتاتيب مدينه اسمها واسط، اتعلم على ايد اثنين، واحد اسمه سامر ابن عبد الله التسناري والتاني عمرو بن عثمان المكي الصوفي. المكي الصوفي يعني ده بيفكرنا شاول ومناديل حاجات زي كده، عباره عن نفس الفكره اللي في تلمذه عندهم برضه في نفس الطريقه. راح بعد كده عمرو بن عثمان المكي الصوفي هو ده اللي ابتدى معاه ان هو يفهمه الفكر الصوفي والتصوف والحاجات زي كده ازاي يتعامل بيها. بعدها وصل ان هو راح بغداد